ملف خاص. في حياة كل إنسان ملف خاص، أو قد تكون ملفات خاصة سرية أو علنية، لكنه يتميز بطابع خاص جدا. وقد يكون عند الناس أكثر من ملف خاص مسؤول عنه، وقد لا يكون مسؤول عنه لكن فرضته عليه الحياة. حد ملف الخاص اللي دايما بنفتحه مش مشكلة عادية ولا مشكلة من المشاكل الطبيعية في الحياة، لكن دايما بتبقى مشكلة لها ثقل ولها إحساس بالألم في حياة الشخص اللي بنتكلم عنه. مشكلة مؤلمة، صحيح الملفات الخاصة مشاكل مؤلمة، لكن هل هناك إمكانيات غير عادية لمساعدة الناس على المشاكل الغير عادية؟ أعتقد ما سنناقشه في برنامجنا ملف خاص. النهاردة هنقف قدام ملف من الملفات الصعبة المؤلمة اللي بتجرح، وأتمنى ربنا يدينا فيها حلول. هنتكلم النهاردة عن ملف الاغتصاب. كان في بنت سنها 12 سنة، هي بدأت تحكي معايا هي سنها 15 سنة، بس حكيت لي من 12 ل 15 اللي كان بيحصل معاها. وهي سنها 12 سنة كان الأهل بيبقوا مش متواجدين خالص في البيت، بيبقوا غايبين فترة طويلة. فلأنهم مش موجودين أخوها كان أكبر منها بسنتين، بدأ يحس بحاجات غريبة بتحصل في جسمه، فبدأ إنه يتلامس مع أخته. ولما بدأ يتلامس بدأت توصل بقى بحاجات تانية، إنه تحصل علاقة كاملة مع أخته وهي مش مدركة يعني هو ده غلط ولا صح. وبعد كده بدأ يهددها ما ينفعش تقول لأي حد خالص، وإنك لو قلتي هقول إن أنت اللي بتعملي كده من نفسك، وإنك بتعملي إن أنا مسكتك مع ناس برة فأنت بتقولي كده علي عشان ما وقعكش في مشكلة مع بابا وماما. بدأ إنه يعمل معاها علاقة باستمرار لمدة طويلة، كل ما الأهل ما يبقوش متواجدين في البيت بأيام كان بيعمل معها علاقة، لحد ما في وقت من الأوقات هو بيلعب في اللعب بتاعه لما كان بيخسر كان بيجيب أصحابه لأخته وبيعتدوا عليها، حتى لو هي كانت بترفض كان بيقول لها لو ما عملتيش كده أنا هقول لبابا وماما. وبدأ إن هو يجيب لها أصحابه، بدأت هي تحس إنه يعني حاجة عادية وإن هي بدأت تبقى مبسوطة وحاسة بمشاعر. فبدأت يبقى مع قرايبها الشباب، سواء قرايبها من ناحية مامتها أو من ناحية باباها، بدأت تتعمق في الموضوع أكتر، إنه لا أنا عايزة أكتر وعايزة أحس بالموضوع ده أكتر. بقيت تستمر في الموضوع لحد ما في مرة من المرات أصحابها البنات يزوروها في البيت، وكل ما يزوروها تبدأ تحكي لهم قد إيه هي بتحس بحاجات غريبة وبحاجات حلوة وتحاول تحسسهم بيها. وبدأت إنه تقلد معاها للشذوذ إنه مع أصحابها البنات، وبعد كده تجيبهم في البيت عندها في الأوضة بتاعتها تقفل على نفسها ويعملوا علاقة كاملة. ما سكتتش على كده إنه أصحابها، لكن كمان قرايبها البنات فضلت تتعامل معاهم. البنت دي جت في وقت انه حاسب بحاجه غريبه، انه انا ليه بعمل كده، ايه الفايده من الموضوع ده. لحد ما في وقت من الاوقات كانت حد بيتكلم عن الخطيه وعن الزنا، وبدات تستوعب الفكره. لحد ما تواصلت معايا، كان سنها 15 سنه، وقالت لي انا عايزه ابطل الحاجات دي بس مش قادره. فانا مش قادره اعمل ايه، ماما مش موجوده في البيت، هي وبابا طول الوقت مش موجودين، بيبقوا تقريبا 3 ايام في الاسبوع موجودين، لكن باقي الايام انا واخويا وحدينا. ولو حاولت ارفض بيتنا بعيد ما حدش هيسمعني لو صرخت، فانا اعمل ايه؟ البنت دي قعدت تحكي انه قد ايه هي بتحاول تقاوم ده بس مش قادره، لانه بتقاوم سواء جسديا او نفسيا، هي محتاجه الحاجه دي ومبسوطه منها، لكن حاسه انه هي غلط ورفضاها، بس رفضاها وعايزاها في نفس الوقت، فمش قادرة تعمل حاجة، مش قادرة تتصرف. الحياة ممتلئة بالمآسي. الحقيقة يا دكتور عصام، خلينا لو احنا حبينا نحط تعريف للاغتصاب، الحقيقة التعريف يمكن بعد اختبار البنت دي نقدر نوسعه أكتر. يعني لو احنا قلنا ان الاغتصاب هو ممارسة الجنس بقوة بعنوة بدون موافقة الطرف الآخر، أو ممكن نقول بجهل الطرف الآخر. يعني أنا أعتقد البنت
كانت تجهل لسه طفلة فتجهل هذا الأمر، فأخوها خلاها عملت حاجة وهو عمل معها حاجة بدون معرفة فخارج دائرة الزواج، وده يعتبر اغتصاب. يعني الاغتصاب معناها أن الواحد يأخذ حاجة مش بتاعته، أي يأخذ حتة أرض مش بتاعته، يأخذ أي حاجة. هنا نتكلم عن الاغتصاب الجنسي. فالاغتصاب الجنسي فعلا ممارسة الجنس عنوة مع طرف آخر هو مش عايز كده غصب عنينه، حضرتك بتضيف له أنه هو يجهل مش عارف كده، مش عارف أنه ده كده. في مجال الأطفال ممكن يكون ده، في الأطفال يبقوا مش عارفين فعلا حقيقة الأمر، لكن بيبقوا على الأقل حاسين وعارفين ان في حاجه غلط بتحصل وان في حاجه عيب بتحصل. ونفس الشخص بيبقى حريص انهم يعرفوا كده، يعني نفس الشخص اللي بيعمل كده كان حريص انه يقول لاخته اوعي تقولي لحد لحسن ولحسن. فنفس التنبيه ده ينم على انها عارفه انه حاسه ان هناك شيء خطا بيحدث بغض النظر عن اسمه ايه. يعني في حدث البنت دي والولد، انا اعتقد المصيبه حصلت لعدم وجود والدين في البيت. نمره واحد، أب مش موجود، أم مش موجودة، البيت في إهمال مع الأطفال. الولد كمان مؤكد جدا أن تربيته كانت تربية خاطئة لما الهرمونات ظهرت في جسمه، لأنه كان صغير. يعني كان في الولد والبنت الحقيقة، يعني البنت لم يحذروها والولد كان متسيب. طبعا البيت واضح في القصة بتاعتنا دي، البيت عليه الدور الأكبر في عدم تربية الولد وعدم توعية البيت مين يقرب من إيه ومين ما يقربش من إيه. ودي ضرورة. فأعتقد أنه دور البيت هنا دور مسؤولية، وده الكلام اللي بيخلينا نفكر كأباء وأمهات نكون حذرين، لأنه الخطية ما فيش كبير عليها. يعني ما فيش كبير. أولادنا أهملوا بتوجيه الأولاد، بوضع الفضائل ووضع الحدود للأولاد بطريقة مهذبة، بطريقة رقيقة، بطريقة كتابية. أولادنا عينيهم تنفتح على الفضائل، لكن لما بيهمل البيت الحقيقة الدنيا بتبقى خراب. يعني التوعية أكيد هتبقى بطريقة مهذبة، ده صحيح. فالأباء والأمهات، التربية والتوعية والتحذير، ده دور الأباء والأمهات من جهة عيالهم. وعدم تغيب الأباء والأمهات، لأن سفر الأباء والأمهات يا دكتور عصام أكبر مصيبة. واضح أنهم سايبين البيت كتير. أكبر مصيبة بتخلي بتوجه للمخدرات وتوجه للجنس. مفيش كلام. يعني الحقيقة الإنسان حاليا بيضحي بالغالي من أجل الرخيص. من أجل الرخيص. أنا حقيقة بستعجب في الموضوع ده بالذات. في إيه؟ العلاقة الجنسية هي أروع العلاقات بين الرجل والست. يعني دي عبارة عن تاج العلاقات العاطفية والإنسانية والمزاجية وكلام زي كده. يعني أروع لحظات الانسجام العاطفي في تاريخ في حياة الإنسان اللي بيمارسها. شوف تتحول إلى إيه؟ يعني شوف هذه الحاجات الرائعة تتحول إلى عنف ووحشية وبالعافية. ما أنا مش عارف هيبقى طعمها إيه اللي بالعافية دي. يعني طعمها هيبقى إيه بالعافية؟ أكيد ليس فيها طعم إلا الغريزة الشهوانية الحيوانية فقط، مش أكتر من كده. وده كمان يقودنا دكتور عصام قبل ما ناخد يمكن الكتاب، في أمثلة كتابية رائعة. ده بيقودنا كمان أنت قلت أنه ده الانتيميسي، اللي هو بالإنجليزية بمعنى أرق وأعلى منطقة أو وقت الانسجام العاطفي الفكري يعني الشعوري بين الرجل والمرأة. صحيح. مرات كتير زوج مع امراته بيفقدوا هذا المستوى أيضا. يعني لما الكتاب قال يجب أن يكونوا على توافق. صحيح. فمرات كتير قوي لا يسلب أحدكم الآخر في هذا الأمر. يعني برضو بيسميه كده الكتاب. بالضبط. يعني يسلب أنه أنا أخد برضو عنوة. فللأسف مجتمعنا سمى أن المرأة بتغتصب من الرجل لأنه بياخد منها عنوة، أو الرجل والمرأة تغتصب رجلها. يعني أنا ما أعرفش هل بتحصل ولا مش بتحصل، لكن ممكن كل حاجة ممكن في الدنيا اللي احنا فيها. خلينا طبعا دكتور عصام ندخل لمثل كتابي. مدام اتكلمنا على تربية البيتية وأهمية دور البيت والأسرة، هل الزوج ممكن يكون الزوج تقي، ممكن يكون الزوج رجل يحب ربنا ويعيش ربنا بس للأسف هو مش قادر ياخد باله من العيال، أو نقدر نقول تعدد الزوجات؟ يعني زوجة منها عيال، زوج منها عيال، زوجة منها عيال، وعنده أولاد من كل الزوجات. ففي صمائيل الثاني أصحاح 13 في حدث من زي ده أقسى الأحداث، نفس الحدث، أخ مع أخته وهو مريض ليها، فبالتالي حصلت يعني هذه المصيبة. الكتاب بيقول أنه أحبها وأحصل للسقم من أجلها. عي يعني عي في طريق
انه يصل اليها كلمه احبها يعني عايزها هي طبعا احبها هنا حب اناني حب شهواني عايزها باي طريق حب شهواني لانه بعديها ابغضها جدا ده صحيح صحيح ففي حدث امنون وثمار خلينا اذا كنا بندين امنون وانا مش بقدر ادين ثمار خالص لكن انا بدين لها طبعا لاني ثمار راحت عشان تساعد اخوها المريض ابوها بخدعة. ارسلها له بخدعة وابوها ارسلها له قال له عايز وابوها ارسلها له إيه يعني هو مش دريان باخلاق عياله بالظبط وده كان ملك محترم ده كان راجل محترم قوي جدا ابن جدا داود امنون ده ابن داود الملك وثمار بنت داود الملك المحترم يعني فهل يعني انا بفكر فيها من جانب يعني هل داود ما قدرش يضع اساسات اخلاقيه او فضائل في اولاده لان انا شايف اولاده حالتهم متلخبطه خالص اذا كان امنون ولا اذا كان ابشالوم ولا اذا كان ادونيه اولاده حالتهم متلخبطه فهل يعني انا بفكر فيها وخلينا نشترك فيها مع بعض هل داود اهمل وايه الاسباب اللي خلت انه امنون يصل الى هذه المرحله ويشتهي اخته هو الحقيقه داود كان تقي وكان امين كملك لكن لم يكن امين كاب او كزوج بصراحه ده الملاحظ يعني هو احنا بنقرا عن واحد منهم لم يغضبه ابوه قط وهنا سمع الملك داود سمع ان ابنه اعتدى على بنته والدنيا فضيحه وغضب الملك جدا طب وبعدين ولا كان في حاجه يعني الردع والتهذيب والعقاب ما كانتش سمه داود لا مع أمنون ولا مع أبشالوم ولا التربية ولا مع أدونيا ولا مع ثمار ولا مع حد خالص كان داود بيعمل كده للأسف الشديد وده برضو وقفنا كتير عند دور البيت وماذا يمكن أن يكون تساهل الآب وتساهل الأم في التربية ممكن يؤدي إلى هذه المصيبة صحيح لكن احنا زي ما كنا بنقول ان الاغتصاب هو عنوة أمر بيؤخذ عنوة ففي واحد مغلوب على أمره غصبا عنه وفي واحد شرس ما الذي يؤدي ده اللي أنا بفكر فيه ما الذي يؤدي إلى شراسة هذا الشخص ليصل إلى هذا الأمر ولا سيما إن كمية الاغتصاب والخطف للاغتصاب زادت في الأيام الحالية في المجتمع الشرقي موجودة وموجودة للأسف كتير مش قليل يا مظبوط يعني كانت زمان ما حدش بيدرى بيها وعلى فكرة اللي احنا بنشوفه أو بنسمعه هو القليل لأنه معيب أنهم يقولوا كده فمحدش يعني الغالبية ما بيقولوا وخاصة بيقولوا من جانب البنت يمكن الولد يفتخر بيها في مع أقرانه وأصحابه البنت دعار ودي مصيبة ممكن تتعرض للقتل رغم أن هي ظلمت صحيح. لكن بالنسبة للأباء والأمهات أو سمعتها هتتشوه فالدنيا بتاعتها تبهدل صحيح. فغالبا في خصائص في البني آدم ده مش أي حد يعملها اعتقد انه يعني ده عباره عن شخص شرس مش شخص شخص اللي يخطف بني ادم ويرغمه على حاجه زي كده والفسيولوجي بتاع الجسم بتاعه يشتغل لان ده عايز فسيولوجي في الجسم يشتغل واخد بال حضرتك دي مش نوعيه اي شخصيه لا دي شخصيه عنيفه شخصيه شرسه شخصيه عدوانيه شخصيه تصر باذلال وبقهر الاخرين فمش أي واحد يعمل كده ودي عايزة برضو لفت نظر للبيوت خدوا بالكم من عدوانية أولادكم لأن العدوانية دي ممكن تصل إلى يعني إلى أبعاد بعيدة وما يخجل إنه أخ مع أخته يعني يعني ونفس الحدث بتاع أمنون يمكن دي أخته من أم تانية لكن أخته اتربوا مع بعض كبروا مع بعض يمكن بيلعبوا مع بعض عايشين مع بعض فنفس الحدث بتاع الأمر ده أبشالوم اغتصب يعني سراري أبوه ما دخل عليهم مظبوط يعني دخل عليهم علشان ينتقم من أبوه عشان انتقام. أبوه ما يرجعش تاني خلاص أديك أديني بهدلتك وفضحتك يعني مظبوط كده لكن في عنصر تاني أعتقد مهم قوي وده متفشي بشكل الأنانية الأنانية عندما تسيطر الأنانية على الإنسان أنا عايز أشبع نفسي أنا عايز أشبع شهوتي ما يهمنيش الطرف الآخر يتبهدل يهمني يتدمر يضيع ويقولوا علي إيه بعد كده الواحد بيعمى الأنانية لما تسيطر الشخص بيعمى عن النتائج مزبوط. هو في نتائج مرة مزبوط. لهذا الموضوع هو بيعمى عن النتائج عليه وعلى الطرف الثاني للأسف الشديد وقد يكون نتائج مرة إلى أبعد حد لكن الأنانية عندما تسيطر الإنسان يصل إلى حالة العام في كمان حد تاني قال حاجة أو في اختبار تاني خلينا نسمع الاختبار التاني ده وبرضو بيورينا صورة الدهاء والخبث والأنانية اللي انت قلت عنها والوحشية اللي في هذا الإنسان صحيح. علشان تنتج هذا الحدث المر المؤلم
كان في مجموعة من البنات يعني وإحنا قاعدين بنتابع معاهم، بنات طبيعية ما كانش باين عليهم أي حاجة، لكن كان في مجموعة منهم انطوائيين، يعني مش عايزين يكلموا حد، مش عايزين يقعدوا مع حد، لدرجة لفت انتباهي مرة إنه وإحنا قاعدين بنتكلم وبنفتحين الكتاب المقدس وبنتكلم من الكتاب، لقيت بنت منهم سابت الكرسي وراحت قاعدة تحت ترابيزة الكمبيوتر وبتستخبى، وبعدين قاعدة بعيد ليه طبعا في النص احنا بنتكلم، يعني بقطع كلام كل شوية وبص لها وقالت تعالي، لقيتها مصرة سبتها لغاية لما خلصنا كلام، وبعد كده ابتديت اقعد معاها، انت ليه مش عايز تقعدي وسطينا، انت في ايه مالك، قالت لي ممكن اقعد معاكي لوحدينا، قعدنا لوحدينا، ابتدت تحكي انه باباها ومامتها مش متعلمين، مش مثقفين، مش مثقفين في امور الحياه، مش ثقافه اللي هي التعليم، لكن مش مثقفين في امور الحياه، وعندها خالها، هي البنت دي كانت طفله عندها 9 سنين وخالها عنده تقريبا 17 سنه، وابتدى خالها يقرب منها وكان ينتهز فرصه ان مفيش حد في البيت فيقرب منها اكتر، وعن الام والاب حاطين في مخهم ان ده الخال، والخال عنده عربيه فكان بياخدها كتير في مشاوير كتيرة، طبعا أثناء المشاوير كان كتير يقرب منها يلامسها، وبعدين جه في يوم هو عارف إن الأب والأم مش موجودين في البيت فروح بيها بيت باباها، ولما دخلوا عمل نفسه إنه لسه يعرف، فخدها الغرفة من الغرف وقال لها أنا هخليكي تطلع على سر وياريت السر ده يكون بيننا متقولوش لحد، وابتدى بعد كده يخلع هدومه جزء جزء لغاية لما خلاها شافت العري تماما، وقال لها لو قلتي الكلام ده لحد مش هيحصل. طيب البنت خافت، جه مرة تاني خدها وخرج بيها وراحوا بيتهم هما بيت الخال نفسه، وابتدى بقى يخليها تلامس جسده هو، فابتدت البنت مع الطفولة اعتادت انها تعمل كده، وبعدين ابتدى هو بقى يعني يلامس جسمها هي، خافت في الأول وبعد كده قال لها ما تخافيش وما تحكيش لحد، ابتدت البنت تحس ان مفيش مفر. مأساة اخرى من مآسي هذا النوع من وبرضه في داخل اطار العائله للاسف الشديد، ومن شخص في مكان الاب الخال والد يقولون الخال والد، بس ما زلنا برضه نقول انه الخطيه خطيه والقلب أخدع من كل شيء هو نجيس، بغض النظر هو مين، إذا كان الأخ عمل فالخال عمل، الخال اللي بيحمي، يعني أنا لما أدخل بيت أختي أنا أستريح وأنا أنام في بيت أختي حتى ولو ولاد أختي في حضني، غير لما أدخل بيت أخويا لأن مراته غريبة. صحيح. فالخال والد فقد إيه، يعني شوف ده يورينا أن حاليا الحذر مطلوب حتى من أقرب الأقارب، والعين تبقى مفتحة والتحذير مش وحش، وده برضو ده زي ما قلنا دور العيلة، وأنا أعتقد أن إيه اللي خلى الخال ده عمل كده وتساقطت المبادئ، يعني لو رجعنا حتى للأسباب اللي كنا بنتكلم عنها، الإثارة بقت مرعبة، الإثارة فظيعة، يعني حاليا الشباب أنا الحقيقة بلتمس العاصي لكن أنا برثي وبتعاطف جدا مع الشباب اللي الإثارة عندهم في الشوارع، يستنشقوا الإثارة في الشوارع وهم ماشيين، يستنشقوا الإشارة الإثارة من جيوبهم، يشموا الإثارة من جيوبهم ومن تليفوناتهم ومن في كل حتة من إيديهم بكل شكل فظيع، فعناصر الإثارة متزايدة والطلب الملح في كيان الشاب حاليا للأسف الشديد متزايد، وده اللي بيخليه يلجأ للوسائل الغير محترمة المؤلمة اللي احنا بنتكلم عنها. يعني انت بتتكلم على الإثارة، خلينا نتكلم تاني على المفاهيم الخاطئة عن المرأة. يعني المفاهيم اللي زرعها فينا المجتمع بغض النظر إيه نوع المجتمع، ولما أتكلم عن المجتمع أنا بتكلم عن التربية اللي اتزرعت فيه المجتمع الشرقي خاصة. المجتمع الشرقي بيقول إن البنت لها رغبة، البنت عايزة، البنت كائن ضعيف، طالما البنت كائن ضعيف فالبنت عندها رغبة، فده اتزرع في ذهن الرجل إنه طالما البنت حتى لو بتقول أنا مش عايزة هي جواها رغبة عايزة، فبالتالي الفكر الخاطئ اللي اتزرع في قلب الرجل في المجتمع الشرقي إنه المرأة ده مكانها الطبيعي، يبقى مكانها الطبيعي قبلت أم لا تقبل، وده باللحظة دكتور عصام في لما تحصل حالة اغتصاب دايما اللي بتدان البنت مش بيدان الرجل،
يعني دايما حتى في مجتمعاتنا للاسف يقول لك اقصى ما فيها ان الواد يتجوزها، لو ما اتجوزهاش يقدر يرضي الاسره ويدفع له قرشين، او البنت تدفع ثمن طول عمرها وتتبهدل طول عمرها. فالنظره للمراه اللي في المجتمعات الشرقيه نظره يجب اعاده تصحيحها، لانها كائن مهم. وده الجمال اللي عمله الكتاب المقدس، ان المراه تساوي الرجل، لها قيمه، مش مهياش جسم للاستثارة أو لإشباع شهوات، لكنه كيان ينبغي أن تراعى مشاعرها، وينبغي أن يعني تراعى قيمتها العظيمة، وعارف أن الحاجة دي هتأذيها زي ما تكون هتأذي الرجل، زي ما مقدرش أمس الرجل مقدرش أمس المرأة. وعلى أي الأحوال واضح من اللي احنا عمال نقوله ده انه ده عمل عدواني اكتر منه عمل جنسي. يعني ده مش تلذذ ولا متعه، ده عمل عدواني يصنف في مجموعه الاعمال العدوانيه. شخص اعتدى على، بس اعتدى للاسف في أسوأ المناطق اللي ما تتصلحش للاسف الشديد. بالزبط. يعني بالظبط يعني من الاحداث، خلينا نرجع تاني لدور البيت في حدث بنت يعقوب. يعني بنت يعقوب، الراجل ده عنده برضو اولاد كتير من 4 زوجات. يعني برضو أرجع تاني وأقول تعدد الزوجات مصيبة وجريمة، لأن بيطلع أولاد مش قادر أنا ألاحظ لما تدخل تلقى مقفل 12 عيل و14 عيل و16 عيل، فما فيش المراقبة والملاحظة. الأم دي مش هتلاحظ ولاد الأم التانية، والدنيا بايظة. فدينا عملت حاجة مصيبة برضو، إن هي خرجت من دائرة حماية البيت وحصانة البيت والبيت اللي ما فيش توجيه، فطلعت عشان تشوف بنات الأرض، فتعرضت للاغتصاب. ده صحيح. طيب أنا بس عايز نتنقل لحاجة تانية بسرعة، لأن احنا خدنا الوقت طويل في البتاع ده. النتائج بقى، لأن النتائج مهمة قوي، ولا يعني سيما في الحدث ده مؤلمة ولا سيما الحدث ده أسوأ ما فيه. أن هناك كم من النتائج الجسمية والتي خاصة بالمستقبل، والنفسية اللي ممكن تسيب أثار دائم ولا يمحى مع الزمن، والأسرية دكتور عصام، يا ما بيوت بتتحطم، صحيح، يا ما أخوات ما يقدروش يتجوزوا عشان أختهم مغتصبة. يعني أنا أقول لحضرتك حاجة، لا تتجوزها. طب وبعد ما يتجوزها، هي دي جوازة؟ يعني هي دي الجوازة نبع من إيه؟ من اغتصاب. جوازة مبنية على اغتصاب، مش مبنية على علاقة محبة بين طرفين. كيف تكون هذه الزواج؟ هي لما تتزوجوا يعني إذا ارتبطت بيه، نوع الارتباط ده هيكون إيه؟ إنسانة مذلولة مقهورة، فأعتقد إن ده مش الحل. لكن النتائج مرة، في نتائج جسمية زي ما قلنا، وأحيانا بيبقى فيها تعوير وفيها إصابات وفيها حمل ممكن وفيها بسبب عنف، وبعد كده ممكن يبقى فيها حمل بكل المقاييس وفيها إصابات في حتت كتيرة من الجسم، وطفل يجي ملاش أب ولا حاجة. بالضبط. الآثار النفسية بقى مؤلمة. يعني البني آدم بيكره الحياة، بيدخل في قيمته، الإحساس بالقهر والمزلة والتدني، القيمة بتاعته قدام عينيه بتظل موجودة أمام عينيه وممثلة بنسبة كبيرة. ممكن جدا في ناس بيقبلوا، في بعض البنات أقبلوا على الانتحار بسبب أنهم اغتصبوا غصبا عنهم، لا دخل لهم في القصة، غصبا عنهم، ما كانوش مسؤولين أنهم حطوا روحهم في المكان، وحصل معهم كده. وللأسف الشديد هقول في نص دقيقة دكتور عصام، بنت من ولادنا كانت لسه ما عرفتش الإيمان، وكانت بعيدة خالص في مجال آخر عن الإيمان. أمها هي كانت شغالة، أمها بعتت لها واحد معرفة ليهم عشان يجيبها من شغلها. هو راجع قال لها مراتي نايمة، بص على العيال، طلع ما فيش مراته موجودة وما فيش عيال. خدها اغتصبها، وبعد ما اغتصبها راح وداها البيت، والبنت كان عمرها حوالي 16 سنة. البنت دخلت جوه الحمام وقطعت الشريان فئتها، والأم مش ملاحظة لما شافت الدم جاي من تحت الباب، وطلبت البوليس، كسروا الباب، دخلوا خدوها أنقذوها. علشان اللي انت بتقوله ان ممكن البنت بسبب هذا الأذى القاسي تتعرض للانتحار. صحيح. هو كده، وده حاجة يعني مؤلمة ومريرة فعلا بكل المقاييس. يعني يعني خلينا نرجع لنقطة مهمة وهي العلاج. طب خلينا أضيف حتى قبل العلاج، هل ممكن، يعني أنا بفكر فيها، هل ممكن الشخص الذي أوذي يجيله فكر انه ربنا فين؟ طب ليه ربنا عمل فيها كده؟ صحيح. طب ليه انا كده؟ انا يعني انا بشوف الضحيه دي، هو ربنا ليه مش موجود؟ ليه انا ربنا محشنيش عني ليه؟ طب انا ما قدرتش، ما قدرتش ادافع عن نفسي، ما فيش حد يدافع عني. سيطره الفكر عليه، اين الله؟ يعني دي برضو من ضمن العواقب الخطيره جدا، من النتائج المره. أيوه. الشك في وجود الله. أيوه. او الشك في سيطره وسلطان الله. يعني خليني اقول من الناحيه دي، احنا لازم نعمل اللي علينا. واذا عملنا اللي علينا بطريقه صحيحه،
من حرص وحذر وإلى آخره، يعني زي ما حضرتك مثالين اللي ضربتهم، دينا خرجت لترى بنات الأرض مش كده؟ اسمها هي دي سمار أبوها بعتها، بعتها لأخوها، أخوها بعتها أخوها، أبوها بعتها لأخوه برضو. يعني ما فيش ما حدش، مش كل واحد عمل اللي عليه. لا الولد متربي وهو بعت البنت، يعني مش كل واحد ابدا عمل اللي عليه. هو مش غلط انه بعت البنت، لكن هو غلط الغلطه يا دكتور عصام انه هو ما رباش ولاده بطريقه صح. لا صحيح، يعني لان صحيح. هو انا لما اختي تيجي عندي، يعني هو لما بابا يقول لي يبعت اختي عندي، اعتقد شيء طبيعي، بس المصيبه قبل كده. أي ده كلام صحيح. يعني دور البيت ده في منتهى الخطوره، وان لم يقم البيت بدوره فهناك مأساة بكل المقاييس. فأنا بقول إن إحنا من الناحية وجود الله إحنا نعمل اللي علينا ونستودع النفوس لبناتنا بين إيدينا الله، وأعتقد إن ده مهم جدا. يعني الله أمين بصدق، الله أمين أمين أمين، وما أعتقدش إطلاقا إن الله يسمح بشر. يعني ممكن الله يسمح بكوارث وحوادث صحيح، لكن دايما قصص الشر في إنسان مسؤول عنها. صحيح ان الحوادث ممكن يبقى في انسان مسؤول عنها، اللي هو اللي ارتكب الحدث او غصب عنه وتحت السلطان الاله، لكن الشر لا، الشر قصه مختلفه تماما. عندما يصلي مؤمن ويطلب من الله ان يحفظه من الشرير، امين، ويحفظه من الشر ويحفظ عياله من الشر، ده طلبه بحسب مشيئه الله، وان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. لكن مع الطلب نبقى عملنا اللي علينا بالزبط. وده دليل صدق الطلب. يعني انا بربي صح وبحذر صح ووعي صح بفهم صح وباخد بالي صح وفتح عيني صحيحه، وبعدين بستودعهم بين ايدين الله كده في منتهى الامان والروعه، وده جزء من الحل. خليني اضيف جزء تاني، دور الله ده الاساس، لكن خليني احط المسؤوليه على الاولاد والبنات. يعني مرات ما يبقاش في مسافه بين الولد والبنت، مرات البنت تهزر بهزار معين في وجود الشباب وهي مخلصه، لكن الهزار بتاعها، نرجع تاني ونقول الفكر بتاع الولد عن البنت، الفكر بتاع الرجل عن المرأة، ان طالما البنت تهزرت، طالما قالت نكتة سخيفة، طالما قعدت تلعب تتهزر مع الولد، تلويله ايده، تلويله مش عارف ايه، تخبطه على راسه، تزقه، يبقى هي عندها الرغبة. فانا بقول خلي حذر، بعد كده هي اللي بتندم. فانا بقول دي من ضمن وسائل العلاج، ان يكون في مسافة بين الولد والبنت، مجال التلامس، مجال الكلمة، مجال التعبير، مجال الضحكة، مجال الخارجة مع الولد، وفي حدود. ده هيمنع خطر جاي على البنت. صحيح، يعني على الأقل ما يدلوش فرصة إنه هو يظن السوء فيها ويقول دي عايزة ودي مش عايزة. لا، ده كل واحد المحافظة بيبقى عارف كويس أو إن دي في عالم تاني ملوش دعوة بيها. يعني وخلينا يمكن في النهاية نقول إن في حاجات قانونية لازم تكون. يعني بنت اغتصبت، اللي اغتصبها شخصية رافض تماما، البنت في مصيبة، يمكن حصل حمل أو ما حصلش حمل. أنا أعتقد في مواقف زي كده محتاجين إنه ناخد خط. ده مش عيب، لا مش عيب، ده إن أنا أطلب البوليس، أنا ممكن أدفع قضية، أنا ممكن أطلب حماية، لأن بنتي اتبهدلت، لأن سمعتي اتبهدلت، لأنه الشخص ده عمل وهو غير مسؤول قانونيا. لا، هو مسؤول قانونيا. صحيح، ده كلام صحيح. ويمكن البنات بيخافوا يبلغوا ويقولوا لوالديهم وبيدخلوا في فضايح، والولاد في فضايح. مش عيب أن أنا أقول وأن أنا أبلغ قانونيا. ده كلام صحيح، ده كلام صحيح. الحقيقة دكتور عصام موضوع صعب، موضوع صعب وشائك ومؤلم، لكن بنرجع ونقول الذي اغتصب هل هناك له غفران؟ دي آخر حاجة. أمين. دي حاجة تانية. التي تغتصب ماذا تصنع؟ لكن الذي اغتصب، الذي ارتكب هذا الشر الفاضح، اللي ارتكب البلوى المصيبة، هل له غفران ولا ملهوش غفران؟ يا دم الرب يسوع المسيح يطهر من كل خطية. أمين. لو اعترف وتاب توبة حقيقية ورجع، ويا ما ناس يمكن عملوا كده وبقيوا ناس أتقياء وحلوين. احنا عايزين نقدم الرجاء لمن اغتصب ولمن اغتصب. أمين. إلهنا يقدر ينظف ده. أمين. يقدر يستر على ده ويحل مشكلة ده ويغير ده. آمين. هذا الإله آمين. العظيم. آمين آمين آمين. يعني أتمنى من قلبي أن يكون الملف ده، أنا عارف يمكن مؤلم لبعض اللي سمع، ويمكن مؤلم لبعض الشباب اللي عمل حاجة غلط، بس إله كثر غفران. وأنا بقول لك أنت اقبلي نفسك، اعرفي أن الرب إله عظيم يقدر يستر ويقدر يكفر عن كل خطيئة.